أيها الإخوة بالله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، وإنما خلقوا ليعبدوا الله رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، عربا وعجما، جنا وإنسا، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا معضلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: منكر المشركين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفظننتم هذا الظن؟ الله إنما خلق الخلق ليعبد، إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى والبر، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة سماها الله إسلاما، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسماها إيمانا، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وسماها هدى، فقال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسمها برا، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي، ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. وسمها تقوى، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فهذه العبادة التي خلق العباد لها جنهم وإنسهم هي تقوى الله، هي دين الله، هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده كما خلقوا لذلك، وذلك بتوحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، والإيمان بملائكة الله وكتبه وبرسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هكذا الدين الذي بعث الله به العباد، الذي بعث الله به الرسل وخلق له العباد، توحيد الله وطاعته، الإيمان به وبرسله، الاستقامة على دينه. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الإيمان بالله ورسوله، تحقيق هذا الإيمان بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذا هو دين الله، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.